خفش. عايشين بدونين متعبين نعمل لا حد عدل. يلا بينا هنفرض ورطة نسحب خطوة نخش أرض. دي جي هشام هاني ريميكس. اسمع حكاية شاب في خطر بدايته كانت كيس وقطار فجأة عشته اتغيرت وفي الوسط نزلت مطار والتليفون على كل مكان قطع بيه حزام ومات يحرق في ربع عينيه ويقول لها تجيب بشوار الفلوس بتلطم حواليه مش عارف يصرفها بليه وكانت رياضة العيون عليه نزله حطوا الحديد في ايديه نزل على الحجز من سجاد جلسة في جلسة استمرار انت بابا لضبطان في اي حتة بتبقى دمار هنو